زول المرة فلا كنت في اللون سيقاد وقاعد تولي انت زولت سيميليت مازال اوالي تكمي لا سيقان سقرفش اول ثرش الى يقارن في غرفز ني مخالفن وقاعد يسعدين بيام سان كيام البيام البا كان سي ولا ساقي فغني اي كرا اي ما اي وقاعد لي قدشن في قلمو لا صدف حاسي ام قران ساقي غورنا مس روينا زوبير انت سكرتير جنرال نكلا كلا يقف توسن عثمان عاشور كمسا ولداش حسيبه بوجري وقي موثن اسكو ساكي دان كيني غا سلامة ثاني ميت ميت دوسي فغورنا عسلامة الزول شكرا على هذه الاستضافة نترحموا على كي ذكرتهم يعطيك الصحة اللي ذكرتهم نترحموا على عاشور إدير اللي هو الأمين العام اللي توفى في 4 أبريل اللي عندنا أكثر من سنة من الوفاة تاعو أيضا حسيبة أولداش وتوفيق بوجريو أيضا اللي كان أمين ولائي بالنسبة لجيجل وأيضا حسيبة أولداش اللي كانت عضو مكتب وطني كلهم توفوا في هذه السنة 2019 إذا ربي يرحمهم كانوا مناضلين قدموا تضحيات كبيرة ونترحموا أيضا على الشهداء تاع الوباء هذا اللي هما أيضا اللي هي الضريبة تاع كبيرة رانا ندفعوا فيها رانا في المئات اليوم نتمنى إن شاء الله تتوقف عند هذا الحد وما تزيدش لأن هذو كلها أرواح فقدناهم ونظن ما كانش أكثر من هذا ورسالتي أيضا للناس لازم يشوفوا هذا الشيء إذا لازم يلتزموا كلهم لازم وبالمناسبة بما أنك راح تكلم على المدرسة نوجه رسالتي للأولياء نقول لهم باللي ما لازمش نكونوا بعض الأولياء ما لازمش نكونوا أنانيين لأن ما يتعلق الأمر بالحجر ما نلتزموش وما يتعلق بابنائنا نحبوا نطبقوا طبعا احنا اساتذه وبيداغوجيين واولياء راح ناخذوا مسؤوليتنا كامله لكن ما ناش حابين نشوفوا في المجتمع هذا النوع من التناقض لان لما تروح تشري زلابيه انت راك تدي كورونا لوليدك اذا كنت تخاف على وليدك باش ما يجيبش كورونا من المدرسه فالاولى انك ايضا انت تلتزم ولازم تخاف على وليدك لان ممكن انت ايضا تدخل هذه الكورونا لوليدك وفي هذه الحاله المدرسه نظن اولى لانه راح من اجل قضيه من اجل العلم من اجل انه للتمدرس اذا نكونوا يد واحده باش نلتزموا كامل امام هذه الصحه امام هذه الصحه العموميه امام هذا الوباء هذا. مس زوبير من مقلساكي لونسينيمون غا صغار التلفزيونات في الانترنت ام كيف تواليف الصغر ياكي؟ صارين بار تلفزيون بار الانترنت ام كيف تواليف شتي نشتاكي؟ طبعا شوف بالنسبه نظن باللي امام هذا الوباء هذا اللي كان اللي اصاب عدد كبير من الدول احنا الجزائر ربما هياكلنا الصحيه وكلها وايضا الوسائل اللي لازم تكون موافقه بالنسبه لعمليه التعلم رغم ان التكنولوجيا ربما تطورت احنا ما فكرناش كثير اننا نستثمروا احنا اليوم رانا نتقشفوا اليوم التقشف اللي ضرب المدرسه ضربها في الصميم في الوقت اللي ما لقاوش الماركور اذا من كيفاش نقولوا بارادوكس كيفاش احنا رانا نهضروا على جوانب تكنولوجيه لاننا ما حبيناش نستثمروا في المدرسه استثمار حقيقي وكان فكرنا في هذا الشيء وكان فكرنا في المدرسه بشكل حقيقي وكان وصلنا الى اننا لقينا بدائل اليوم اللي نستندوا فيها باش يكون التمدرس بالنسبه لابنائنا بشكل ربما ما نقولش عادي 100% لكن على الاقل يكون مقبول بالنسبه لتلاميذنا ونسدوا هذا الفراغ وهذا الحجر الاضطراري اللي راه قاعد طبعا الوسائل هذه اللي استعملتها الوزاره لانها هذا واش تملك الان اليوم لكن هذا ماهوش مبرر لاننا امام من المفروض ان نتكلموا على مؤسسات الدوله مؤسسات الدوله ما يقدرش اي مسؤول يجي ينسب المشكل لواحد اخر يقول لك الاخر ما دارش كي نكونوا امام مؤسسات الدوله هو عامل مستمر هو اللي ما تديرها انت انا نكمل لان هناك مخططات هناك تنظيم هناك تسيير باختصار هناك تسيير لان التسيير يقتضي الاستشراف التسيير يقتضي التنبؤ التسيير يقتضي اتخاذ القرار في الوقت المناسب ما تتخذوش بعد ما فوات الاوان لاننا باش نتفاداو لان التسيير ايضا هو انني نتفادى مشاكل قد تقع نحط روحي في لي موفيز كونديسيون في الاخر الى اخره اللي ممكن انني لما توقع المشاكل نقدر نواجهها طبعا ربما المشاهد الكريم يقول هذه الدول كلها راهي تواجه نفس المصير اي نعم الدول تواجه نفس المصير لكن راهي تتحرك الدول بعلمها راهي تتحرك باش تواجه راهي تتحرك نحن الحمد لله ما عندناش العدد اللي ولو انها خساره كبيره اللي راهو يصيب الدول الاخرى لكن نقول ما بالك وكان يصيبنا هذه الاشياء هذه بهذا الحجم هذا كيفاش راح
نواجه هذا الامر. وبالتالي راح نقول باللي المدرسه بالنسبه لنا لما تكون اولويه الاولويات لازم نفكروا فيها بجد، لان المدرسه اليوم العلم هو اللي كلمه راهي اليوم للعلم، الكلمه الاخيره راهي الاولى والاخيره للعلم والعلماء ولي سيونتيفيك الى اخره الباحثين. راك تشوف اللي راهو يتحرك في المجتمع، حتى الشباب هذا مام هذاك مام لوجال مام الاخر، لازم تفتحوا لي لابو تاع الجامعات، لازم يتحرك هذاك اللي دار الانجينيوره، لازم يتحرك الى اخره باش يدير هذه الاجهزه ويفكر فيها ولو بوسائل بسيطه. اذا العلم هو اللي راهو اللي لازم يوجد الحل هذ المشاكل تاعنا، حتى مشاكلنا الاقتصاديه السياسيه الى اخره، في العلم لازم هو اللي يكون يقود وليس العكس. انت تكلمت لي في سؤالك على التلفزيون والانترنت والوسائل اللي استعملناها، هي مجرد انا نشوفها ونقبتنا تشوفها انها ما تقدرش لا تعدو ان تكون كدعم نفسي ولا معنوي للتلميذ، كأن الوزاره راهي معك. اذا وهذا من حتى وان كانت هذه الدروس ربما كما راك تقول في النوعيه تاعها الى اخره، ما نطعنش انا في الاساتذه وما نطعنش في النوعيه ولا، لانها تبقى دروس في وقت ضيق قصير جدا، في بوسيله ما كاش التفاعل مع التلاميذ، نظن باللي تبقى محدوده جدا بالنسبه لنا، وما تقدرش تكون بالشكل اللي لازم تكون، وين كاين دي زابليكاسيون اللي راهم اليوم متطورين، وين يكون التفاعل مع التلاميذ كل من قسمه. طبعا راهي كانها جامعه ولا مدرسه اون باراليل، تلقى الاداره تلقى الاقسام تلقى الى اخره، لكن في بالتكنولوجيا خدمنا بعدين في صغارين بار انترنت السنديكا. طبعا احنا مساهمتنا لاننا ما نقدرش نتنصل من مسؤوليتنا، اجتهدنا باننا درنا قناه تاع في الفيسبوك اللي درنا فيها بعض الدروس، تبقى دروس قدموها اساتذه، الكثير من الاساتذه مشكورين من باب ماشي غير عندنا، كاين الكثير من المبادرات، لكن حنايا نفضل باللي هذا الشيء وكان كان بشكل رسمي، يعني ان الاستاذ يوجد نفسه امام مهمه لازم يقوم بها وما عندوش خيار، لانه يتقاضى اجر على عمله بشكل عادي. اذا لازم ايضا يقدم عمله حتى في ظروف غير الظروف اللي نظن باللي الاساتذه كلهم ما يمنعوش من اذا كان عندنا هذه الوسائل بانهم يقدموا ما عليهم بالشكل. ايضا من الجانب النفسي سيدي الكريم لازم نقول لك باللي الدول اليوم راهي تفكر في الانعكاسات تاع هذا الوباء بالنسبه للتلاميذ اللي في عمره 8 سنين و6 سنين و7 سنين، لما يقعد لمده طويله في البيت بدون يعني مع الفراغ هذا اللي موجود ممكن يكون نفسيا راح يعاني مستقبلا، يعني راح يكون انعكاسات خطيره على السلوك تاعو على بناء شخصيته على الى اخره. اذا وهذا وحنا نقلنا هذا الانشغال لوزاره التربيه بانها لازم تفكر في مرافقه بعد تنسيق مع الاولياء، طبعا نحن نوليو الامكانيات ونوليو الوسائل اللي عندنا ونوليو الى اخره، لكن يبقى دائما كاين هناك تنسيق ومسؤوليه تاع الاولياء مع التنسيق مع المدرسه، كيفاش هاد التلاميذ خاصه الصغار منهم كيفاش باش ما يكونوش دي ريبيركسيون بعد ولا ديروا طومبي على عليهم نفسيا وسلوكيا في المستقبل وتبقى الاثار هذه. في هذا الكابيس تمشي امشي ديال كشيش لانفورماسيون ازماس دوف لانفورماسيون كشيش نورمال ناخاتي. شوف بالنسبه نقدر نقول لك حتى التلاميذ اللي عندهم قدره في الاستيعاب اللي يكون عندهم قدره معلومه قدره كبيره مام في الاستيعاب ما يقدرش يكون عنده استيعاب كما راهو في القسم. يبقى دائما لان التلاميذ ربما كاين اختلاف او كيش يقولوا فوارق بالنسبه للتلاميذ في قدره على الاستيعاب، لكن حتى احسن التلاميذ ما نظنش بلي يقدروا يستوعبوا، لان هناك اسباب تتعلق بالوقت اللي ما كانش وقت طويل، لان كي دير ربما جزئيه صغيره 20 دقيقه في اسبوع تحسبها الى اخره، هذا من حيث الوقت ما تقدرش ياخذ الكفاءات تاعو. من حيث الانتراكتيفيتي استدير التفاعل مع الاستاذ، التلميذ لما ما يفهمش حاجه على بالك ما يفهمش ربما يكون انقطاع يلاشي التلميذ، لانه لما ما يفهمش ربما جزئيه صغيره فقط اللي راهي في دماغه ما يقدرش يلقى لهاش الجواب، الاستمرار من بعد في الدرس بالنسبه ليه يصبح خلاص التلميذ يلاشي. هذا مهم. اما التلاميذ اللي يكون مستويات ضعيفه ولا مستويات متوسطه نظن بلي حتى هو في القسم وزيادة
حكيتنا على هذا تلاميذنا حتى خلال العام الدراسي من جونفي لهنا خاصه اقسام الامتحانات في نظر على الترمينال ولا فنظن بلي يهربوا من الاقسام حتى امام الاستاذ هذا صرختنا منا وهذا الوباء ان شاء الله يولي كيش يقولوا الديكليك يولي لازم اصلاح كبير داخل المدرسه لازم التلميذ يولي الفضاء تاعو ويحبوا يجي افيك امور هذا العلوم اذا ما قدرناش نوصلوا الان الرساله للتلاميذ بان العلم هاوليك العلم وين يوصلك وين يقدر يوصلك ويقدر ينقذك ويقدر يدير كل هذه الاشياء هو العلم اذا التحفيز لا موتيفاسيون الصحيحه هو الدرس الكبير اللي ناخذوه ولازم نوصلوه للتلاميذ باي طريقه كانت بانه العلم ولا لا موتيفاسيون تاعك الان لازم ديكرونشي سيتادير قال العلم هو الحل وبالتالي خطابي ثاني للسياسيين يزينا سيتادير نحبسوا هنايا كل هذه الاشياء اللي توقع كل هذه الجوانب الاقتصاديه السياسيه الاجتماعيه تخص المدرسه انعكاسات الى اخره ان تسييرنا وكما يكونش يخضع لطرق تسيير علميه كل شرع علمي الان طرق تسيير علميه احترام التخصصات ما تكونش تداخل وبالمناسبه قرارنا ايضا نريده قرارا بيداغوجيا علميا الاولويه فيه للطب يقول كلمته فيما يخص الرجوع ولا فيما يخص المدرسه ياتي من بعد البيداغوجيين يطرحوا اقتراحاتهم ويتخذ القرار بعيد عن جميع الاعتبارات الاخرى الخلفيات الاقتصاديه لان كاين ربما خلفيات اقتصاديه تاثر مانيش عارف انايا كيما فتحنا المحلات الى اخره ممكن يكون هذا هدفه اننا كاين جانب اقتصادي لازم نحميوه لكن الجانب الاقتصادي نحميوه بالاستشراف نحميوه بالنظره الموضوعيه بالتسيير الموضوعي العلمي بالعقلانيه في التسيير وبان هذه الثروات تاعنا او الاستثمار بالنسبه لنا نستثمر من اجل الغد وبالتالي لما تكون عندنا اليوم البترول راوي هاوليك النتيجه اللي لازم نفهمها البترول لما يلا شويت هذه تاع البترول اللي كان بالنسبه لنا مورد اساسي بالنسبه لنا وايضا اعتمادنا على يعني الريع البترولي هذا يخلينا الان يعني رانا في مشكل كبير باش نواجهه وبالتالي ما فكرناش باش ننمي اقتصادنا ما فكرناش باقتصاد لازم يكون قوي بعيدا على الريع البترولي بعيدا عن الموارد النفطيه فقط اذا عندنا شبيبه عندنا بلد كبير وعندنا افكار وعندنا شباب راهو يفكر موجود في جميع المستويات راكم تشوفوا فيه راهو يبدع راهو يقدم راهو يسعى وعندنا قوه هذا الفولونتاريا اللي رانا نشوفوا فيها هذا التبرع هذا الناس اللي راهي مخرطه في العمل التوعويه اللي مخرطه في العمل هذا دليل على ان الناس هي تملك هذه الطاقه اللي تقدر تخلينا ننطلق من جديد. نروح نسيو لمس مزيان مريان مس مزيان مريان الزول في الله. الزول في الله صحة رمضان ون صحة رمضان وكذا كذا انت تقول فيك سنمير سام قرانت ولا كتشيني اساكن ولا مازال ولا حريتي تكمل غافين المافون المسلا يكون ياك ماس زبير ذاكي غورنا باش امشي تولي فاساكي سامسال تاكي ما فرفاطاش ماي ما كون افغان از ما فغان وراش فاغني غا في القرايه بوراش طاس نندي لقاك من وراش القرايه في تاولا تاكي تيليفزيون عطاتي دينا بلي زمير راكش نمسلا يوم انا يفيك ذا شوف الحاله ساقي يورى شاقي غادي يغدي سل النساء. رقم سامي 14 ماي لما انا ما نولي انا نمشي لحول حلاش زي برا نمشي لحول زي ولايات نكون زمان دنيني مازال اونكور تنغر ما كنا ابري 14 ماي خاطر لا كوميسيون دي سويفي دو لا بونديمي وراه غير et puis voilà les données à c'est que les données mais tu mais tu c'est oui mais le confinement donc aussi là là tu vas pour la mais je t'avais dit mais je m'arrête de mais mais المسكين لي بروبوزيسيون اصلا لو بروميي اي ديزيام تيمس بور لو باساج يقول هاد هو
بيناش نروحنا ندير تروازيام كلمة ثانية الظهور دي باك بيان سور الخدمة مع بلانينغ دو راتراباج بور دو لاني سكولير 2020-2021 ماتش حتى في كيكوران سيت ان ريامينجمون دون لي زومبلوا دو تان زعما رنا دو راترابين اين سني نروح لولا شغل ديرني كلمة ثانية هاي دو راترابين وخاصة سيرتو دي لي ماتيار اسونسييل بينا نخدم مغامرة انا ويا راك تكون في دي كونديسيون يعني ونظرا ترى لاكويا سنتانا لا تاوين شو نضمن ان نتوالي لاكويا ونسال عمان خطر الجيريا لي فات مقولة لكن لا كابيتال نغ لي كرون دوزيل دونك ونسال لحالة ايضا من المدربية علاش هذا الشمال ريتم عام هذا ريسبكتي لا ديستونس مسكين وكبير راك ريسبكتي الوغ راني لا ولايه نبليدا سوا ستار لي زوتر ولايه اسك لي ولايه الشمال نبليدا نغالجي وقت من تاع باش تاعو كي رجال لهيا سيوفا اد ديكلاري بلي راني سكول هاك كسا اي بروندر لو باساج سو لو برومي اي لو دوزيام تريمان بور لو باك بور لو باك الحاجه نيرا زمان نروح سكواسا سكواسا من لال لاني بلونش ولاش القرايه في تحبس القرايه الكلين غير شي كم كاس نتخدم مساكين ورا وجنرال نهضر راني بلونش شيمي خاطر زعما غادي نير 95 ناقص 80% لو بروغرام يتوحدم دونك وجنرال نهضر راني بلونش راني بلونش ولاش راني بلونش خاطر مي غاد بزاف يتوحد من لو برومي كلي ما ساكن الدرجه الكريمه وفي غايت اي ديغوران اون بو لا راترابي لاني بروشين اترافير ان امبلوا دي تون ريبارتي بور راترابي التون دونك لاني بلونش وسكي ليا لا دونك علاش نورا صح شو دني على خطر سالي تم قرا حتى سني فرقان جالس لي بشي اسمي فرقان لو 12 مارس ان موغاين سبتمبر اي سافا سار بتاتر سي موا سي موا اورينيلا لانشتان الى ولا مقران سي تادير كومون لي روناتور دون لو بان ابري يروحو كانشتاكي نورا خلاص جالك نقان جالي شال لكسوم ما تقول لي قال لا كول في حالة ما تقول لي لي دونجي كما يسمي خصوصا القرايا لا معنى لو كوتي لا سونتيكسن ديال خطر كروا كخالا في ديرن ويا ما ضغرنا المدن دونك اذا اشتغل غير ديال المايا تبقري سير سبتمبر سبتمبر يفون روبروندر لي كلاس دو تيرمينال زعما هنا دارت ديال البان بيداغوجيك ومن بعد تاع ديال الباكلاس سبتمبر وجايين نظن ولا شو قول خلاص انا داتين هذاك لابايين دي برومي دي دوزيام تريمات بس مزيان ما الا غنوراش ها فيلين التاويلات لي ماسك لان يعني با فيتا فيلين التاويلات بالحذر مس طاسي ساكي كوكافن كون غنوراش على كل هذو كوافن داوين لهلاك سي خامن داني في زمرا فني تفاح الطراطاس يفسنا مليلن دنير ونسال التاويل هاي ضمننا ان هي ديور كلها دونك بو غالا غير لي كونديسيون غادي تدير هادي اخلاكي تدير شي مشطاح اكل زماني متناول تريزيستين دونك زمرنا سانا بعوج بلا ما يبالد لها لاش ثلاثة دونك زمرنا تاويل فخام تاويل يولي هلكي المقابل تاويل يولي المقابل دونك الدوجي يبيدا في مورا يغي ديباسي لي شغلين في مورا يسال التاويل خمن بلي اوزني انا لا دوغاي لا داكول اكبر غنزيا فرنسا فرنسا تنيا كان دوغاي لا اونز كما انا التورا السلوان لفرنسا اي تظل يشرف افار زاكي سينار لفير امشي انا يخدم لا اونز السيقار ان رونتري بارتيال سيتادير وريكش بوريك تمالا هاني ذات زغطت لهلاك وكتمنالا ايش ديك ماشي وماشي من راهي خطر ما تكيرش تكيرش دي فورس وكي بلاش اما دو غنوك اما لكش من دو كل دو كي فترو مينو تنسوني دو في موران ونسالان بوكو دي شالر مرن يزون بريفو دالي جوية اوت لما انا كنو جميلة لا خطر سال غرون سود ديك درجة لا شالر ثوراني 55 ديغري 60 ديغري دونك وزمير لا تصاوي علاش خاصك تستغرب لي زيرو كان ميكالي دونك الحل دلوفا الحل دلوفا من هي سبتمبر دولا في غيوت الحاجة ما إلا غي مضبرة مستفاد لابونديمي هنا ناجحة في الشمال
لان نساعد رانا نطربرو ونبروبوزي وخدمنا للكوالاج ان خدمت كان لي كلاس دو زمان سيتيير لي تيرمينال لي كاتريام ان شاس كل خدمه بيتي جاني في الكليه تاعي من غير ما هو زعما كنفرق قاسين هذو غير نقارن بار جروب الجروب هذه غير مات الجروب هذه غير تيجي كون بدل بالدال هكا ما الا اننا كنزبل نوال خطر لا ريسبونسابيلتي تنغرص نكون نجزم جري راي نقدر الانسان الى ترشد ديال المسكيه ما راي لا عقل كلي وزميله لا ديال الظروف تاع الشم ترى ني هني مجزم ديال راه كي بين الشم مسكت راه ني تمغلي نظام ايوا كانوا في الشم كانوا كل كلاس في الشم كان لي كلاس ديال التيرمينال وسط وفر فيها تسعين ثلاثه بار جروب القارن بار جروب عفنا قلغون تخف من انك لقد كمن ورشه ظهرا في التاولة في التلفزيون مثلا كوني في مس زوبيرا زوبيرا يفنا غفنشتاقي اتصل عني بادي تشكتين اش قارنو ونو فاري من نغفي القرايا ولا اش قارن قرارا 20 دقيقة كندينا مس 20 دقيقة كان القرايا يزمر ميلا فلاك فوش فاق قولا غنبقشي شو تطفر على اللسان ذا شو تتمسل تاقي تخف من اساقي قلغون في الكومينيكي ولا نكون إذا جي وخذ مغزى نطال إذا ليس كيسو هنيت ذي لا طوى من الزيار ريق تطارين ونغلات نتربكا نغلات يفن مكين لكولا يستيين تيليفيزيو التيليت بكور دي ريفيزيو لكور دي ريفيزيو وتنسكت داراني لميثود انشرش انجمعنا بحفظا دي لسو وفي سناسة انسكين دي ميثود انشين هنا تكونترولي دي مانسن ما حفظنا وحفظنا لا اشي مين اخطار تم زوارو تم زوارا مدخل مردان كور دي تيليفزيو و جنرالا نتيني ان طوك بروف دو مات ادرا عغاب قيمة غطير لي ذات الكور دي تيليفزيو اخطار و زري غالا و تأكد غالا باللي تبان تو كوراش دوكو جنرالا غني قيمة غاط الكور لي تاقير في ريوز اكتناس امكانيات و تانا ليور كلي غاشين التيليفزيو حبسن لان هو شو تنسان ودي سوقتيا ودي سوقتيا دونك لي كونديسيون كويس توخدمت اوف كان راه ليكيليبر دي فوس يلغاشي يركولي يركولي كيف كيف يكون المساواة تقول اشي دونك لي كوراكي سي بور اوكيبي لو في دي كلاس بمعنى اني راه كثير هذيك خدمة باللي ماشي في لي كورا تخدم دي جديدين تخدم دي ريفيزيون ديك ثلاثة كون زريالا يعني راه بون يركولي لي كورات ni on est pour telle leçon, ou on est pour telle leçon, donc j'ai une cause de télévision, on a la leçon à l'écran. L'instant rétien, il faut aller à l'écran. Les révisions, on m'a suivi les cours, avant de signer le programme. Ah, tout le monde, mais il est c'est une occasion, à croire, mais il faut aller à l'archir, mais il faut aller à l'archir, mais il faut aller pour une deuxième fois. Là maintenant, à l'écran, il y a de l'hadja, on a l'acquis d'une arbitre, ou de mettre l'écran, les cours de télévision ne vont pas faire partie de l'évaluation des liens, c'est-à-dire où il s'est d'ailleurs atteint des liens de télévision, mais il n'y a pas à l'examen. Est-ce que tu as dit que tu as fait un peu de temps et que tu as fait un peu de temps ou que tu as fait un peu de temps ou que tu as fait طاسس المبنى كيكون زمر انه ونرش ولاش تاويلاف لا تاويلاف مشى ديبلاسيين ودفكنا لا تاويلاف وسنفكنا تاويلاف مشى اذ تسكين في الفني نتسوى ثنتورا صح تاويلاف ولاش خاص كلام داني الشيخ لاديمون لو روماج خدمت ديكور بار يوتيوب اما يعتقدني اني لان الانترنت ماشي فيه موسم ما غوت جديد انا ولا نودي هادو سار الانترنت دونك ولا تحزنا لا الماكسيموم كيف قارن الحير الكوراون لا معنى يسجل الكاون وكوا بارسيو يا با دو موان يتاقد صور لي موان يتاقد كي ريماني كي ما تمور كنا وغلات نصرف فيها وسوما فاهم كل هذا بو كولي كي ريماني تمشى قبل تسوال تمشى دوك انا درت السنتر سد ونوفرا ايفيكتيفمون امشي على تنقبل دونك الحير لا لي زونسينيون فغان لما انا دان كوتي يا لدونجي دو كونفينمون دو كورونا فيروس دونك وزميرا راه سواش راه نخدم دونك تكد لي لي ريفيزيون لي ريفيزيون في لا تيليفزيون اي نون با افونسي دي كور وكوي تقرو لي كتيكي هي راه ناس خدموا لي ريفيزيون دونك يغرا ديجا هادي دماكاليز زاتس أجل تمتكسر الزاتس يغرس ديجا
الزيرة وزادني المسكين في التلفزيون الاستيجيس أقاس ما مالوريزمون إيزون أونترانتي أن موفي شوا ديكور نوفو ديكور نوفو أقرور ولدي استاذير هذيك الشيخ رمضان أكولي قردان سينا كادني فغانا الخدمة لا أزول مرف لكم تفلون سحر شوي سنت دولتي من ليث مازال وقت كميلة كم مسر وين زوبير أنت سكرتير جنرال نكلا يتكلت النيفون أشاد نيف فلافيني رزكا إن المذن مالش لزيك زمان سعد الدين سند أشاد نيف مسألة جاك وفعني مسألة يا غدا في ميليث أكو في المينيستر ثم لما أكو جاك سدون شغل نصرف جاك طبعا إحنا بالنسبة لنا لقائنا مع السيد الوزير كان مبرمج طبعا بالنسبه لنا كان مبرمج قبل تمديد الحجر هذا اللقاء كان تشاوري من اجل تصور طبعا هو قال الوزير قال باننا انتم قوه اقتراح اؤمن بان انتم ان نقابات قوه اقتراح باننا ارائكم ناخذها بعين الاعتبار باننا نبني وتصور معا بالنسبه لهذا المستقبل كان يفكر في انه اما في حاله رفع الحجر و رجوع التلاميذ أو في حالة أخرى عدم رفع الحجر وكيفاش نواجه مستقبل الدراسة تاع التلاميذ هنا احنا قدمنا اقتراحاتنا في هذا كان عندنا تصور العام كان إنهاء السنة لكن نتكلم على اقتراحاتنا احنا في النقابة قبل التمديد كانت رجوعنا مشروط بضمانة صحية وبمسؤولية تتحملها الحكومة بأي انعكاسات سلبية على الصحة تاع التلاميذ وعلى صحة الطاقم التربوي ككل الطاقم التربوي نتكلم من الحارس إلى المدير داخل المؤسسات التربوية لأن لما يتحرك 10 ملايين تلميذ لما يتحركوا 9 ملايين تلميذ والطاقم التربوي والعمال والإداريين 10 ملايين هي ربع الشعب الجزائري لما يتحرك فممكن أنه يصبح بؤرة للمرض إذا كان ما عندناش المعطيات الصحة لأن ما كانش شفافية انعدام الرؤية بالنسبة لنا لهذا المرض انعدام المعطيات تضارب أرقام رسمية تقول بأن المرض ما زال هنا سلوكاتنا كمواطنين ولا سلوكات الخطاب الرسمي يقول بأن المرض كأنه راهو انتهى هذا التضارب ما يخليش التلاميذ في نفسية جيدة في التحضير ما يخليناش احنا أيضا أننا نبني قرار كما لازم الحال بشكل صحيح لأن القرار اللي نبنيه يتوقف على الوباء لأن الوباء هو اللي خلانا نتوقفوا عن اللي خلانا نتوقفوا وندخلوا البيوتنا هو الوباء إذا كان الوباء ما زال موجود فنظن بلي من الطبيعي أنه يبقى نفس الأسباب عندها نفس رانا في نفس المنطقة اللي موجودين فيه وبالتالي إحنا كان عندنا طرح هو أننا إما العودة لتلاميذ الامتحان تاع البكالوريا فقط تلاميذ الامتحان تاع البكالوريا يدرسوا فقط المواد الاساسيه لا هذا اقتراحنا الخاص اللي كان في حاله قبل التمديد وفي حاله انه المرض انتهى في حاله تحمل مسؤوليه وضمانات صحيه كنا علاش قلنا لان هذا العبء البيداغوجي استدير هذا الفرد البيداغوجيك بالنسبه لنا نتحمله كامل لانه وضع خاص ماناش في منطق نقابي سنانيا لان منطقي انا النقابي هو لاكريتيك لا كريتيك البناء سيتادير نقول لك هنايا بلي راك غلط هنا وهذا هو الدفاع عن العمال الدفاع الى اخره انا موجود في الطرف النقيض من الاداره هذه طبيعه العمل النقابي وليس اننا نحب الانتقاد طبيعه العمل النقابي وليس انتقادا هو نقدا لتصحيح اوضاع وبالتالي كان جينا في منطق اخر يكون عندنا كلام بشكل اخر احنا التزمنا كمسؤولين وكاساتذه وكاولياء انا عندي ولادي ثاني في الامتحان في ثلاث لي عندي اقسام امتحانات ولهذا في التلميذ اللي راهو يشوف فيه لازم يقول بانني راني نهضر من منطلق اب واستاذ في نفس الوقت ونقابي وبالتالي فالصوره عندي مكتمله انا احسن مدافع بالنسبه على التلاميذ هادو وراح نكونوا في صفهم ونرفعوا معاهم ومن المفروض حتى الوزاره تكون في صفهم وهذا نظن باللي امر طبيعي لان وزاره التربيه والتلاميذ ينتميوا لهذا القطاع ونعملوا معا فقط باللي نقول باللي الاقتراح تاعنا كان غير اقسام تاع الترمينال
بالمواد الأساسية فقط، ومن بعد يمتحن في المواد الأساسية بكل الكفاءات، ويمتحن في المواد المكملة غير باللي خداهم في الفصل الأول والفصل التالي، حتى نخفف العبء على السنة المقبلة. لكن هذا كله مشروط، يعني نعاود باش ما يفهمش، لأن التلاميذ ديفوا عندهم فهم كيكونوا نهضروا بأننا رسميين، وهذه مانيش عارفها. احنا هذا اقترحنا، وهذا نظرة أساتذة بيداغوجيين للنظرة العامة. الآن ومن بعد قلنا السيزيان بالنسبة لنا يقدر يروح بلا شهادة إلى آخره، ومن بعد تكون فترة دورة استدراكية. الأقصى المستويات الأخرى قلنا بتسعة، وهذا اتفقنا مع النقابات، تسعة أنه ينتقلوا ومن بعد نديروا دورة استدراكية. وإحنا بالنسبة لنقابتنا الدورة الاستدراكية هو حق إنصافا للتلميذ، وليس من أجل تشجيع الرداءة كما يفهم البعض، لأن الدورة الاستدراكية بما أن التلميذ ما استنفدش كل الفصول تاعو، ما تقدرش تقصيها إقصاء مبكرا، وبالتالي قلنا دورة استدراكية. وهذا اللي نختلفوا مع بعض النقابات الزملاء تاعنا. لكن التصور الآن بما أن الصورة لم تتضح، التصور الشامل للنقابات اللي التقينا، ونظن باللي في كلهم اللي تلقاو البارح، وخاصة ست نقابات تاعنا، اللي تصور هو أننا في بداية السنة راح يكون كل، يعني نسحب كل العمل تاعنا لنهاية السنة وإنهاء لهذه السنة، ما دام أن الوباء لم ينقشع، ولا واش يقولوا لما نشاف الكلمة هذه إن صح التعبير، ينجلي هذا الوباء. ونزيد نقول بأننا مستعدين لما تكون الوباء هذا نحسه باللي فعلا انتهى، ويكون عندنا فترة أو وقت نقدروا نغيروا فيه اقتراحاتنا، ممكن جدا نهضر احنا كنقابة. يبقى الآن الوزير كان أيضا في نفس، قال بأن الصحة هي أولوية، وقال بأن نبني وتصور معا، وقال بأننا القرارات ستتخذ يعني في المستقبل القريب، من المفروض تخرج القرارات. طبعا جال 14، جال الحجر كما قلت لي، مانيش عارف الحجر هذا ربما هو أخلط، ربما أخلط بعض الأمور، لأننا ما على بالناش فوالا سيتادير اذا كانت التمديد هذا زاد ربما غير المعطيات املا. احنا بالنسبه لنا تصورنا بدون تمديد او بتمديد واضح، هو انه ما دام الوباء مازال يدور بيناتنا، فنظن باللي لا مجال للتكلم عن هذا الجانب، ونطمئن التلاميذ باننا ايضا الفصول اللي خداوهم هما في حاله تحسن الوضع منا المستقبل القريب او حتى المستقبل البعيد، يعني سبتمبر، راح نكونوا في نفس في جانبهم. سنمرت الشيخ زوفير راه حد نسل تنديم دوكا اللي مس هبط بوفكر. ازول الشيخ، ازول حمو، ازول ثاني سميت ضرب في ريتنا فزول سنولا وسنالي يرد حريصه فرش باش انت مغلين كنابست غاف مسال تاكي عند الرش اللي كل سوري غنرا ميلا غفغلن باش انت باش تنقابل انت بروبوزيم بو لي جوار ان دينير الزول لاك لاون الزولين جاوني الزولي وجد على سمح شي مره وادي دخلت موس نادي مران تقول بصح شو شي زمران اي دي دران نقول لك البلاغين يدخلين في الجزائر غاف موران مره الراش أين تعيشين كذا دين أرض المينارة دين أرض المينارة يمدن دونك أستعيشين إذنا من أستعيشين بوكو بلوس أي غير قطر يقوب الانتنيد جيك زمنا دونك مازال أرثولا وشنفرانا دي الرأي لا تويتال مازال وشنفرانا ماي خطرم كي داين إسنان باشي نتروح هذا تسكروا بلي هكما داين وارن الحاجة دام زواروت يجعل منا أمدان بالصحة تزمات البلاد دونك عطين شتاقية ويقيم العضي لاجين أرثورة مازال ود لارا كريني في غميت زخل بوخان أرثورة مازال الجوبرنمون يرنياس على ما بالكتور زني دونك زمرضا دينيم بلي توغالي نغلي كولا كاتورا داوز غين توغالي نورش غلي كول الكاتورا غرغورنا غرغورنا تموغلي لتناتاس غرغورنا تشتاقين
نكوني عرورنا باللي السواد يتفان في 12 مارس أي غار خطر داشين يستعون أذي غال وقشيش لي كونديسيون أنتي جاداين داين ونزل نعمل ونزمير نعمل يتمان الصحة وراونا ولا الصحة الشيخ الاسوسيتي كونتيان فاش التفرة في ساكين الشيخ فاش التفرة في حفظ السم في 12 مغرس فاش يقلق ساكا في سادين زيكزامان اش يقلق في توخدم بون الراي اذا نفكان كونين بيان سور الراي اذا نفكان كونين انجموع قضلين اذا ضران قضلين ياكلوا الغلاس ترفقا الناد باللين يسويرناك في وسويرا مزوار وارفاز مزوار ألمان تسوير ويسين دي تسلاوي دونك سي بريمير اني بريمير ألمان دوزيام عرس ويجادا قياكوك زمرن الناد زمرن ذا الدين أخطر سقرس نحوز تصيص زمرن ذا الدين صلابويا لحاله مزيان مرينيك ار سبتمبر ما الى تكمل كاكي زمر نروح لاني بلونش اسكوسا ملال اسكوس ولاش القرايه امشي زمر فاغني ان الماذ هذه الطفه مسنين اشو دي المذ ولا خط تصيد شكتن غف القرايه قال قرن استولى في التلفزيون روف انا ريما ننسن امشي تمغلين ونكون ولكن ابست افنشتاك دور الحاجة تم دوره في واقع في نادي البل باللي هو السعارة والسعارة بتفس من النغينا نخرجوش نخدمها هيك تم جوار ما بدير ل 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 خطرة تسيك جالن بلين يتسقسير نوالا إن جاينيك موتن إن سن دي المضيين اللي حالا لها كثورة تعيشية كثورة ما زالوا لي في سهرة سهرة مثلا إذن لين يوسط سلمات يكو دي الليس دي جموع دي جموع لا يتكو طمينو دونك وإذا كان غنى رينو لنا بلين يتفا إي الفيروس الفيروس ما زال لي لا دونك تورا ونسارة دي سوليسيون ب
ماشي انت بنفسك وانت بنفسك اقلا الناس دي تجواره دي لي بروبوزيسيون دي جوان نتا نرجو لاتا ادري ادري لي كفا ومن بعد يا برولونغاسيون دو كونفينمون دونك دونك ولا انا بلي ابري لو 15 مان لو 15 مان ادوا الورش تغربات انا عن اسوء ساملان وادين الناس اللي تجواره بلي يعني الى جارونتي الى جارونتي يسمى كشيشي غرا كومام près de 80% des programmes de l'année, il y aura une Sazhar. Donc, il y a une Sazhar pour des rousserins, le Blayading, les Sazhouarins. Donc, elle mine ça dans le premier trimestre et le deuxième trimestre, et elle a dit au Verlec. Mais, sur la main, elle se gosse, à Rouarna, le Kouni, à Chiche, justement, Dwagging, il a fait une Kouni, où est-ce, c'est une année blanche dans le Sazhouarin. Après, كيفاش شكل اقن من ولا يزمر ما الا ندفو غنواش الباكات وغنفغرن في سلمى فين فلا ضفاس مث نغس الماء لان وقا فيه الخين مقرص ديال العمار يزمرها الخين زمدنا في سلمى فين لان تستاذيس زمدنا في وقا كسان لي مالادي كرونيك اها غادي لو خمم غا في سلمى فين داغني بون تمسلت لو باك تمسلت لو باك جبير بين وتعنا راه كان تنغلفت نصرف كاع تعنا ياك c'est un examen national, c'est un examen à portée internationale. Mais le bac, ça a le cachet international. C'est un diplôme reconnu mondialement. Donc, راه غافي سلمافن للشيوخ لان الشيوخ كهلكين هضره بسيطه في زمرث امشي سلمافن في تفرا وطناكي فاغني التاويله في لقلي بافات المسلاي كل الناس مزيان لي بافات الخصاص التاويله في فسنسن باش يقول لك اساكي امشي كزمر اساكي سلمافن في حاضري مانيس نهار المحاضره وسلماف من بعد انواع المسلاي غافون الماء يعطيك صحه احمد نيغوت نغد باللي اسلماد اسلماد يش بيار بين الساقينيين الساعان الزاير اسلماد من مشي داينا غي جن ديال تجمم بريطا نورمال بريطا نورمال مش ياخدنا وينا يلي استاذيس يسروح انا دي عاس الباك نغد كوريجي الباك نغد عاس رحب لي دي سواعين نورمال عاد ما يلا دي سواح تكتن ساقين
Donc, il y a suffisamment d'enseignants de tous les paliers. C'est une situation exceptionnelle, nécessite des mesures exceptionnelles. Donc, l'urgence d'une situation ne signifie pas apporter n'importe quelle solution. Si tu fais des manipulations dans l'urgence, il faut réfléchir, il faut préparer tout ça, mais ce qui est important, c'est ça veut dire les spécialistes de la santé, le ministère de la santé, تنميرت مس هابط نوال الشيخ ميل شو الانفليونس شي فرونا زكا في ايميل لي زيل التلاميذ فين المذهب طبعا بالنسبه للتلاميذ كاين انعكاس ما نقدروش رانا في وضع استثنائي لازم له كما قلت في السابق لازم له حلول استثنائيه ما كاش حلول سحريه ولا حلول قال يقول لك لازم هكذا ولا ما كاش يعني ما لازمش نشوفه بانه لازم يتوفر الجانب البيداغوجي كما لازم الحال والجانب الصحي في نفس الوقت الجانب الصحي ازاح الجانب البيداغوجي او النظره البيداغوجيه الزاويه التي يجب ان ننظر من الخطا ان ننظر الى المشكل او الاقتراح تاعنا غير في جانبه البيداغوجي بعيد عن الجانب الصحي وبالتالي في التاثيرات الجانبيه التاثيرات الان ولا في المستقبل كاين تاثيرات كبيره تخلينا نفكروا ونقلصوا من فصول طبعا كفاءات التلميذ لي كومبيتونس ما ياخذهمش كامل الكفاءات تاعو لان الكفاءات تاعو تاع ثلاث فصول باش ينتقل بها للمستوى الاعلى ولا الطور الاعلى لازم يروح بها لانه هو مسار دراسي ولو ان عندنا واش نقولوا من حيث الاصلاح هو وقت اللي لازم نفكروا فيه في اعاده بناء كل هذا الاصلاح بشكل جيد لكن نقولوا باللي التاثير يكون تاثيرات لكن احنا على استعداد باننا بقدر الاستطاعة أننا في العام المقبل وعندنا اقتراح في هذا الجانب ممكن إذا كان العبء كبير على السنة المقبلة ممكن نروح للسنة المقبلة بفصلين طبعا برنامج كامل سيتادير خلال السنة نديروا البرنامج كامل نستنفدوه تاع سنة 2020-2021 نهضر على العام المقبل خلينا من الامتحانات راح تجوز البكالوريا إلى آخره لكن بالنسبة للمدة بالنسبة للسنة راح تقلص لأننا هذا الشيء راح نديروه بلك حتى لأكتوبر ولا حتى نوصل نوفمبر لكن ممكن اننا البرنامج تاع السنه الجديده ممكن نديروه في ما نقسموهش الى ثلاث فصول نقسموه الى فصلين فقط باش نربحوا وقت اكبر في هذه ممكن هذا مجرد اقتراح باش نقصوا العبء على الاساتذه والعبء على التلاميذ الى اخره من حيث الوقت ومن حيث انه نديروا امتحانات بزاف ونديروا الى اخره كوضع استثنائي فقط وكحل استثنائي للسنه المقبله فقط يبقى الاثار تبقى كاينه ممكن هناك تعديلات أننا نقوم بها لأن هناك تنظيم بعض التعديلات بشكل معين أننا نكمبريسي الأشياء الأهم من المهم من نفصل بيناتها نديروا الأهم ونقدروا في الدخول أننا نستدركوا بعض الكفاءات منها طبعا هو وضع استثنائي ما نقدرش نقول لك ما عندوش تأثير نهائيا عنده تأثير على كل الجوانب لكن ممكن أننا ناخذ منه درس للمستقبل بانه يكون حافز بان العلم للتلاميذ هادو لازم يرجعوا للمقاعد تاع الدراسه المدرسه العموميه نتكلم المدرسه العموميه اللي لازم ايضا تاخذ مسؤوليتها ولازم ما تكونش فرصه ان المدرسه العموميه تخلص ايضا من هذا الوباء احنا المدرسه العموميه كانت دائما محط كيش يقولوا للصيب تاع الكل مانيش عارف عن قصد ولا عن غير قصد نقول باللي المدرسه العموميه اليوم هي اللي راهي وقفه الاساتذه راهم يقدموا ما عليه اللي يقدروا ربما بشكل ماهوش منظم يجتهدوا باش يديروا مجموعات مع التلاميذ في الميسنجر في الفيسبوك في اليوتيوب الى اخره قدر الامكان ولكن نفضلوا انها تكون بتنظيم اكبر وب ايضا بشكل رسمي اكبر. ازغلغ مس فوكار امس ما
ما إلا باش أثني مساقي باش أثني مساقي مولا يعني مولا كترجون فغان أسنت كم ثموغلينون كنا بيست فزوارت باش ثموغلينون ما إلا أفسخ من لي زيكزاما تيليفزيون خاطر مساقي يقول غو كبل أفكم القراية واش أهاكم وتقفل ما كني أين قارن في ثورة في التولفة كيغن تيليفزيون أفسادين هذا غني يكون وي باش لي كارونتي أفكم إي مولا نساقي كنا بيست مولان لم نكن يقلالي مولانا صار يدير نكيني بوي شغل ساروه ورئيساتي دونك مام نكني أخلافي مولان مام نكني الحيرة يقوك يعني يقوم الدن وري يعني يقوك يسمع الشربون يجس عن كلم مثل يسادين غالا يعني يقوك إزبيريين يوون يوف الحاجة يقوك يقوك في الله دونك إلا قطنا قبل مام لي سوليسيون أبورتي الساقين نوالا les associations des parents d'élèves, les interventions je vais on converge tous sur la même solution. On va voir c'est l'accompagnement psychologique. Ça veut dire que c'est ça, surtout que ce soit avec malades, dans les syndicats, dans les associations, ça veut dire que que ce soit YouTube, de la télévision, ساعدين واش شو لقارن تورا في تسولة ثقين تلفزيون شو تخدمين أنا رايقين، بطلمي يبغى نظل من الرجل.
ويجي غورنا نكوني وتيد نجيراو بلي الحسانة سان ميس ليش تتموايا تتموايا هان يقشني توزور دين يقضو غرباز سلي موايا دي جنس خدامي كل من اين عدن دي الكولات نستخدم الموايا لاتبنات باش يقشيش دايما ديني وقف اولا نقارو الشيخ اش عندنا اولا نتقارا بون اولا نتقارا اكون شكرا كل وين سورتو بيركي زي ديك الزام ديال كل تسوى تولي خويا بلينا طص طص يبو كان نغرس روحهم سكان سكان الطاس الزال يشغل اي سورتو الشغل لكن تربيا عطيكم الصحه عطيك تم زوارود تيسنين انزعو غربي اللي يرتب البلايكي ديجا مام مام غار سبتمبر يو نور يزري يو ناس تاني مام لي سبيسياليست دو لا سونتي كاينين قراكوك لي رابورير تيتسن ان بو بارتو دير بون دونتيي يو نور يزمير باللي الحاج عليك سياسات كان اكور نهار شهرين دونك يقلا ويت ان سي تراجو مي الفو كي يو ديسيجيون يلقى تودم اعطيكم الصحه هذا يجين رغورين اشكر اخي يسلم لازم خاصه كي غادي يسلم ياكل توشوش تاكو نتربيا يغدي سلان انا مرتاح بو اني ما يتكلمك اجل شغلك ثاني ميرت مس هبط الشيخ ويشن جيرو مضلفا نغ ميساج نشي وراش مولاني بارو ماشي سنتيني بس هكي فنغور كول طبعا كلمة عندنا واش نقولوا بالنسبة للتلاميذ اولا انا الرسالة اللي راح نوجهها للتلاميذ انهم احنا لازم تعرفوا باننا احنا نقابات والنقابات تقترح رغم ان عندنا اراء تقدر تكون سديده لاننا بيداغوجيين لاننا نحن من يستشار في الامر تاع التربيه لاننا بغض النظر على كوننا نقابيين ما زلنا احنا في الميدان ونمارسوا العمل تاعنا وبالتالي فالاستاذ يقدر يقدم في هذا الجانب لان هذا التخصص تاعو لكن نقول باننا القرارات الرسميه ماهيش قرارات رسميه يفهم بان باش الاقتراحات تاعنا ما تخلطش الاوراق تاع التلميذ وباش ما ايضا ما تخليهمش لانني يعني نشوف راهو يدور في الفيسبوك راهو يدور في عند التلاميذ في عائلتنا الى اخره يقول لك خلاص مقروا وانتهت السنه الى اخره طبعا حنايا هذه اقتراحات ممكن نتمنى تاخذ بها الاعتبار وممكن تاخذ بها الاعتبار لكن الجهه الرسميه هي اللي تقرر والقرار لم يتخذ بعد نقول ايضا التلاميذ تاعنا ايضا لازم ينظموا عملهم عندهم فراغ يستغلوه الفراغ هذا لازم يستغلوه ما لازمش لان الفراغ مشكل كبير اذا ما استغليناهش بشكل ايجابي راح يتعمر بشكل سلبي وبالتالي نقول لهم عندكم امتحان حاولوا كيفاش تحوسوا على مونسيون الان هي فرصه طبعا بالنسبه لي هي فرصه نقول رغم الالام ورغم الاخر اذا لكن بالنسبه لك لازم تستغلها في الجانب الايجابي علاش ولماذا انك الفصلين هذو تهضم الدروس تاعك جيدا تراجع جيدا تعاود تنظم وقتك ما تخليش وقتك تروح ما تقولش بلي مازال لي الوقت حتى هذيك ومن بعد الهضره ومن بعد التلاميذ تاعنا كي نهضروا معاهم يقولوا لنا الهضره في من بعد تستدير في الباك ولا نخدموا لا الهضره الان انا نقول بلي نظم وقتك دير برنامج عاود دير المناقشه مع زملائك في الدروس اللي تشوفها تقبل المناقشه من خلال الميسنجر من خلال الى اخره عندك مع الاساتذه تاعك وحاول كيفاش التلاميذ ضعاف وخاصه التلاميذ اللي عندهم بلد ضعف كبير اذا هي فرصه لهم ايضا استدراك هذا الضعف الامل هو الحياه نقول لهم ايضا يكون عندكم امل باننا هذا المشكل ولا هذا الوباء راح يروح ويبقى الان ما قدمت في هذا الوقت هذا راح تلقاه في المستقبل اذا استثمر في الوقت تاعك الان حتى تلقى في المستقبل نتمنى لكم النجاح نتمنى لكم ايضا نفسيه تكون جيده تكونوا اقوياء هي نصيحتي لكم نصيحه لاولادي ابنائي والابناء التلاميذ جميعا للاولياء نقول لهم خذوا مسؤوليتكم اقعدوا في الدار الالتزام تاعكم ايضا هو التزام لابنائكم اذا خافوا على ابنائكم منكم وليس فقط من المدرسه نقول لهم ايضا حاولوا كيفاش نفسيا وهذا مهم جدا انكم تكونوا حاضرين ومرافقين لابنائكم ونقول لتلاميذنا ايضا كونوا اقوياء لان ايضا تحمل العبء هذا جزء من بناء شخصيتهم اذا لازم يصبروا الوضع هذا ويجوزوه كما لانهم يخرجوا اقوياء اكبر سنمرت مس زوبير نغال غار مس مزيان مريم مس مزيان مريم ساكين كي نكمل لقفيش مسلاي داف نقيفين راني شدن احلى شاكين نتصرف كاع استقسينو اها ساكين يزمر بيتوافلم اون الماف يزمر يون البيام نال الباك ساكين
يهكا كلام كيستدي افن ارتكا اسخر فنك وسان نغوي كافي كيخدم ندير البيا ما تخمم برمي تريميست في الدوزيام تريميست انت كيقار في السادي البيا ما دواكن لها في البيا هاي زمرة توفل من وراش اساكي؟ زمرة ديني توفل وتوفل من هنا ظلام الظلام الان في ظلام بسيكولوجيك ولا غالب كتير سواد الهلاك الوزين اللي هني ترتيب لما انا اديني غير السوجي اديرني غير بس نسكن مسألة الاكزاما زين كان غران زين لكو يبتدي يديوي الاكزاماني ولي تبغالا سينا لكن زمرة غنظلمنا زمرة غنظلمنا غنظلمنا ترونكيليزيو دي سوجي اون فونكسيون du programme Aran et non pas en dehors du programme. Et encore, le programme à l'échelle nationale, à Qatar, le sujet, il est unique. Donc, je vais vous dire que je suis un jeune, ce qui a eu souhait, c'est une sécurité de l'Ukmiyadel, mais à sa révision, à Qatar, 80% du programme, il est réalisé. Donc, 80% des questions déjà, c'est un souhait. Mais là, on a quand même un premier trimestre, un trimestre, c'est un 80% des questions, tu vois, mais là, on va compter quand le premier trimestre et le deuxième trimestre, donc ils ont 100% des questions, parce qu'ils le premier et le deuxième trimestre. Donc, de l'autre côté, il va réviser, il cherche la crise, que ce soit de nos collègues, je me rappelle de toute la planète, mais tu viens de l'ailleurs, donc il cherche la crise, ou le gouvernement. Il y aura un peu de temps, il y aura un peu de temps, il y aura un peu de temps, il y aura le bac. أكيد جزء معين في برومي دي تزيل تيمة لكي تاكو خمم أمك خمم وين نسالة دي أمك أرسمك لا شانس لا راك لا باج باشا غادي يسالة وين نسالة غادي يسالة إن شانس بلك غادي يسالة راك لا باج ويوجا لي سان غير الناس الكوتي السادي لان اكزامان دو راك لا باج ما إلا دويا رسالة معين برومي كلمة تزيل تيمة السادي وين نبادي ديراكت لو باك لو باك هذا هو لنا سبتمبر ما هو وين سبتمبر et c'est des révisions, à ce moment dans le bain pédagogique, à la façon de franchir la cause, mais il y a une garantie, il faut garder ce sujet dans toutes les matières. أول شيء أن جرو إيمولان كفورة شجعش سنتين رسالة ثفراتينش أتصدق قرن وجبنا بقي من جسم ذا مدلل ولش سوغرنا القرية فأنا أتصدق وجبنا فرا ونسن أزكى برا ونسن شجعش سنتين رسالة. رغم الوحش لا نقولك فرش ناقة نقول لما ما اتخذ لي شيء سواد لكن بالنسبة غير دوال بالنسبة ماجوريتي دي برنامج توخدم donc أجرود ويسأل la moyenne réalisée à la classe supérieure ويخصم شيت بدنا نسوي comment le rattraper comment le racheter mais là la nébranche aussi là dans les branches à Qatar أجرود مزولة même dans votre nao ou zmira là dans la nébranche à Qatar le coup y a de nao la promotion déjà un tient la promotion je connais une chose dans les branches donc on se fait là il doit bien avec chez mon dieu vivre dans les rôles donc ça va stagner ou généralement on fait une blanche blanche et puis ou laisse se perdre parce qu'on fait une blanche blanche donc la chose à dire à la classe supérieure avec la moyenne du premier du deuxième trimestre oui ni moi je suis là il ne te voit non mais car pour mes fleurs à la page le rattrapage le rachat et le rattrapage donc à quoi que le chacun le mana il t'a quand même le fier ou la onction et qui n'a pas révisé le premier deuxième trimestre mais la vente c'est déjà vente psychologique là et il fait nous l'étiler la vente c'est pas long c'est à dire la grande mais c'est une 44 المعلومات القراية يحوج وين نتجن يحوج ان تنظروا ماشي كان يخمن يخمن كخام اكثر كان القراية الا وين رانا تنشرح ماشي لي خطر ديجا سيكولوجيكمون الى افكتي دي فاكونس ومي تو مارك دي فاكونس واخر من ديجا لي ستافو اللي هو اللي كيبي القراية فغلي دوين دي غلن دي فاكونس نروحن سي لو كونفينمون ولا انا لا برا وانا لا سيرتامون بون مي تورا يوفن الغروب في الجنس الصخو يريفيزي تو سكي جا ايتي في بيان كوم يلفو سي اون اوكازيون اسمها ديور ليكزامان اللي بين فان باري سيكولوجيكمون اي ارمي انتيليكتويلمون تنمير مس مزيان تنمير تكون يكون ودي توين
تيليزران بربا تلفزيون مازال ولا تكملي تيليزرين جيو لهنا التلويس نبداو كالويكانات ماشي نقرنا ولا حد حنو في اللاكون الكلي فريد فؤاد اي شريف ميلود لاسل اكو فاني وحمد نفع جيو لهنا التلويس مازال اول اي تكمل